ان شاء الله ما تمرقني الا باذن الله منصورين ان شاء الله باذن الله. قولوا امين. امين. نحن نكتب تاريخ الأقل بقاتو 15/3/2012. الحمد لله رب العالمين. هاي أحلى سنة بتمر علينا لأنه عم نخلص من بشار الأسد وأعوانه. ما شايفين هذا أقل بقاتو بمرور عام عن الثورة، وإن شاء الله ما رح يضل بشار الأسد من هون لشهر بإذن واحد أحد، بإذن واحد أحد، أقل من أيام معدودة بإذن الله رح يكون بشار صائد بإذن واحد أحد. صورتنا منصور وهي أحلى سنة بتمر علينا بإذن الله. هذا أحلى عيد ميلاد بنعمله بإذن واحد أحد. يلا الله. إحنا ما عاد عندنا احتفال برأس السنة، صار احتفالنا ب 15/3 ذكرى ثورتنا. إن شاء الله بإذن الله يعني السنة الجاية هيك نكون فرحانين مثل هلا هيك ذكرى بس نكون منصورين بإذن الله. نحن شباب بارسلاء معنوياتنا كلها عالية بإذن الله. شباب الخالدية كلها معنوياتنا عالية إن شاء الله. شباب الخالدية بابا عمر جماعات كلها تكون معنوياتنا عالية.